مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. تلقت بيكي سؤال من متابع بخصوص سبب عدم تواجدهم هي وسامي مع رضا الوهابي وجو حطاب وأحمد النشيط وموفلوكس بدبي، فأجابت بيكي أنهم من المفترض يكونوا متواجدين بدبي ولكن امتنعوا لأسباب صحية ومرضهم المفاجئ. تلقى وسام تكت عدد كبير من التعليقات بآخر فيديو على قناته على يوتيوب، عاتب فيها الجمهور وسام وبيسان على أنهم ما أجابوا على أسئلتهم بشكل جدي، فقرر الرد على هاي التعليقات بستوري على انستغرام ويكشف الحقيقة الكاملة. أيو كيف كون؟ في بعض التعليقات وبعض الرسائل بتحكي لي أنه أنت وبيسان ما جاوبتوا بشكل جدي، معنا صح نحن مزحنا بس حسيت أنه لا جاوبنا على الأسئلة، فأنتوا هيك شايفين انه ما جاوبت انا بشكل جدي؟ يعني انا برايي انه صح احنا بنمزح بنضحك بس انه اخر شيء الفكره واصله، يعني اكيد ما حنمزح بهيك شغله وانه لا بس هيك مزح على الفاضي واخر شيء طلع ما في شيء، لا الاجوبه شبه كنا عم نحكيها صح. اما ابو فلا فشارك هالستوريهات المفاجئه وصرح انه عم بيفكر بالزواج. الخير يا جماعة اذكروا الله، اسمعوا القرار اللي اتخذته يا جماعة، انا ادري مشاهداتي راح تطيح بس ما لي دخل، فانزاتي متابعاتي كلهم راح يسوون فولو. جماعة قررت اني اتزوجي والله قاعد افكر فيها، ايش اللي ناقصني والله يا جماعة مسؤولية. فعدد كبير من المتابعين صدق هالشي من الوهلة الاولى، ولكن اكتشفوا بعدين انه الستوريهات كانت ردة فعل على فيديوهات اليوتيوب لا غير. فلا قرر يتزوج، انا ما عندي مشكله بهذه ولا عندي مشكله بهذه الصوره، انا عندي مشكله بنت تطلب الزواج من ابو فلا على البث مباشر، هذه طالبه زواج والله يشبهني، انا موافق. اما بيسان اسماعيل وانس الشايب فبلشوا بتصوير الفيديو كليب تبعهم لاغنيه تخفي علينا، حيث شاركوا هالستوريهات من الكواليس. عيار اليوم تصوير فيديو كليب مو تصوير عادي، استنوا شكرا لك كثير على الميك اب كثير بجنن. طبعا حبايبي انتم ما بتعرفوا انه امبارح كان في تصوير فيديو كليب بجنن، وان شاء الله قريبا رح ينزل انا وبيسان نعم رح يعجبكم. اما نور ستارز فصرحت انها عم تعمل على مفاجأة جديدة وكتير ضخمة رح تكون مع ببجي موبايل، واللي ما يعرف هالمفاجأة تسربت قبل اشهر وتوقع عدد كبير من الناس وخاصة المختصين باللعبة انه نور ستارز رح يتم اضافة صوتها بلعبة ببجي كأول بنت عربية باللعبة. ألف مبروك لنور ستارز، من نجاح لنجاح أكبر إن شاء الله. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.